نواصل التحديات والمنافسة مستمرة هنا على أرضية ميدان الهباب في دانة الدنيا دبي. هنا أعلن شوطنا البداية، شوط الخامس، فئة الإبكار هنا في هذا الصباح لمن سيكون الناموس. شوطنا الخامس، نسير إلى المقدمة، نسير إلى الصدارة مع المركز الأول. أرى وناظر من حافة سعيد بن عتيق بن سعيد المقعود الفلاسي، سلام يا كنق الإهباب. أسير هنالك إلى المركز الثاني، هنا مع العشرة شواهين علي بن عبد الله بن معدن الكتبي، وأيضا هنالك مع الرقم واحد العزوم ناصر بن جمعة بن سالم الرز الشامسي، وهنالك من الجانب الآخر مع خمسة همس محمد بن خميس بن هندي المهيري، يا سلام. وأيضا هنالك القادمة فال راشد بن يعروف بن عامر الهاشمي، يسير إلى المعارك، معارك المقدمة مع منحاف سعيد عتيق بن سعيد المقعودي الفلاسي، يا سلام. المركز الثاني هنالك مع شواهين علي عبد الله بن عدن الكتبي، يا سلام. سلم هنالك الجانب الثاني، الجانب الاخر بن هندي المهيري، يا سلام. همس محمد بن خميس بن هندي المهيري، يا سلام. المعارك المثلث المرعب، لكن كنق الهباب باحث عن النقطة الثانية، ذاهب يريد يهدي السلامات إلى أهالي الهباب، يا سلام. والنقطة الثانية، يا سلام يا منحاف سعيد بن عتيق بن سعيد المقعود الفلاسي، ولكن همس يحاول بن هندي المهيري، يحاول، نرى المعركة طاحنة، ولكن هل الإحباب المقعودي بن هندي، المقعودي بن هندي، تهانينا والناموس. المقعود الفلاسي المركز الثاني مع بن هندي، المركز الثالث مع شواهين علي عبد الله معدن الكتبي، تهانينا والناموس سعيد بن عتيق بن سعيد المقعود الفلاسي. اسعد الله صباحك بكل خير، كل خير يا كنق الهباب. النقطه الثانيه، تهانينا والناموس.